رجعنا معاكم مشاهدينا ومن برنامج شباب قال، وفعل اكيد سعداء بوجود ضيوف مبدعين تحدوا اكيد نفسهم من خلال الاصرار والعزيمه في انهم يحصلون على هالنجاح الجميل من خلال اكيد تحديهم لكثير من الصعوبات، بدايه اكيد مع ضيفنا الاول في بطوله التحدي لرجال الاطفاء العالميه في ولايه فرجينيا بالولايات المتحده الامريكيه. نرحب اكيد معنا بالبطل محمد القلاف اللي منورنا اكيد بوجوده، والبطل عبد الرحمن الفليشاوي من فريق شركة نفط الكويت لتحدي رجال الأطفاء. يا هلا ومرحبا فيكم ومبروك، وللأمان احنا جدا سعداء بهالإنجاز الطيب، ولنا الفخر أكيد بوجود شباب كويتي لا بصمة كويتية جميلة على مستوى دولة الكويت أكيد وخارج دولة الكويت. هذا هو الكويتي لما يرفع اسم أكيد ديرته وعلم ديرته في محافل الدولية العالمية. للأمانة يعني وجودكم سعادة لنا، وأنا جدا سعيدة أكيد بالكؤوس والدروع اللي جاية وياكم. مشكور الحمد لله. الله يسلمك. بداية وياك بطلنا عبد الرحمن، فريق شركة نفط الكويت أكيد غني عن التعريف، خلينا نتكلم عن يمكن فريقكم كونكم فريق تحدي رجال الأطفاء. نعم طبعا احنا بلشنا اللعبة هذه من سنة 2013، شاركنا في بطولة داخلية على مستوى الكويت، وطبعا اول سنه 2013 حققنا المركز الثاني، و2014 الحمد لله حققنا المركز الاول. من بعدها شاركنا في بطولات خارجيه على مستوى الخليج، لعبنا في بطوله ابو ظبي والحمد لله توفقنا فيها. من بعد بطوله ابو ظبي الحمد لله شاركنا في بطوله فيرجينيا. طبعا اذا بتكلم على البطوله بشكل سريع، طبعا هذه اللعبه بس تتعلق في رجال الاطفاء. حلو. ومثل ما تقولين لها قوانين دوليه. وهذه اللعبه تنظمها شركه سكوت الامريكيه كمنظمه لها. تاسست تقريبا سنه 92 وصارت مثل ما تقولين يعني رسميا ادخلت كلعبه بالفيفا سنه 98. حلو ممتاز. اذا هالبطوله هذه بطوله عالميه، بطوله اكيد لها استعداد كبير، يمكن من خلال تمارينكم، من خلال استعداد للبطوله، ومن خلال اكيد ممارستكم لكثير من التحديات اللي صارت في جميع الدول، شلون استعدتوا نفسيا في انكم تروحون هالبطوله؟ نبي الاستعدادات قبلها شلون تمت، يعني الواحد اوكي يسمع بهالبطوله هذه، وانا مستانسه اكثر في انكم لابسين التيشيرتات وشعار اكيد شركه نفط الكويت ما شاء الله على هالتيشيرت واكيد علم ديرتنا الكويت الغاليه. خلينا نتكلم عن استعداداتكم لهالبطوله. استعداداتنا لله الحمد احنا كنا مستعدين، لان اوريدي كان قبلها في عندنا بطوله فزنا على المركز الاول، فكملنا تدريبنا حق اي بطوله جايه امريكا او غيرها، نتدرب جاهزين اكل يعني دايت قاعد ناخذ اكل خاص بس حق البطوله، تدريبنا خاص حق البطوله، شركه نفط الكويت موفرت لنا كل السبل حق التدريب، نادي عندنا خاص حق البطوله نفسها، اجهزه خاصه، كل شيء موفرت لنا اياه ولله الحمد، واحنا الحمد لله جاهزين حق البطوله هذه او غيرها بعد. ممتاز محمد. انت قلت كل شيء توفر لنا الحمد لله، من نظام صحي، من لياقه بدنيه، من تمارين، من مكان مخصص لهالبطوله، في انكم تمارسون اكيد هالتدريبات أكيد. هذه بس شروط البطوله اكيد مو اي رجل اطفاء او اي احد ممكن انه يدش هالبطوله هذه ويشارك فيها الا بشروط معينه تنفرض عليكم. خلينا نتكلم عن ابرز الشروط. ابرز الشروط لازم يكون رجل اطفاء بالبدايه، رجل اطفاء، رجل اطفاء وعارف مهام الاطفاء. ممتاز. لان اللعبه هي مخصصه حق الاطفاء، رجال الاطفاء صح. لائق صحيا يكون رجل اطفاء، يكون عنده الفاير توين كله كامل، مصنف دوليا ما يقدر يدش الا فيه. عندك ال حلو يعني قلت الشروط انه هو اول شيء رجل الاطفاء، هذا اهم شيء اساسي لانه عشان يجتاز اكيد باقي الشروط اللي تكون موجوده بالبطوله. بس عبد الرحمن من خلال هالرحله هذه كونكم رجال اطفاء اكيد رحتوا وتجهزتوا وما شاء الله عليكم وحطيتوا بالكم هدف، احنا رايحين شباب كويتيين من رجال الاطفاء لازم نحصد اكيد يمكن على ارقام قياسيه، ارقام اولى، جوائز، فخلنا نعرف مده البطوله نفسها لما رحتوا وشاركتوا. طبعا هي مده البطوله تتراوح بين يومين الى ثلاثة ايام، طبعا تختلف لان هي البطوله يعني مثل ما تقولين فيها لعبه الفردي وفيها لعبه الزوجي وفيها لعبه الجماعي.
حلو. طبعا يعني انا قاعد اكلمك هذا على مستوى الرجال، وطبعا هم بامريكا عندهم على مستوى النساء بعد يلعبون اللعبه هذه. اذا نساء ورجال بس نعم. على مستوى اكيد الرجال نعم. عندنا، وان شاء الله اكيد نتمنى لبناتنا في انهم ينافسون، وبناتنا لهم بصمه كويتيه ولهم انجازات كثيره يعني. نعم. وهو ما راح يكون اكيد تحدي للرجال بس اكيد يعني سواء بنات او شباب راح يروحون بالاخير، كل هذا اكيد لهدف ومصلحه ديارتنا الكويت وتمثيل دوله الكويت. فمثل ما تكلمت لها اقسام البطوله معينه، زين شلون كانت الاوضاع عندكم هناك خصوصا المده، خلينا نقول كانت يوم ما بين يومين وانتم رايحين فرجينيا الولايات المتحده، شلون عطنا الاوضاع هناك والاجواء اللي صارت؟ اول شيء هي بطوله الجزء، اول شيء تكون في بطوله في ولايه ميسيسيبي مبدئيا او شيء. ايوه 227 لاعب كنا من 34 دوله، من 34 دوله. تصفيات صارت، يبون 100 لاعب فقط. حصل عبد الرحمن رفيجي على مركز ال 17 من 227، وحصلت انا على المركز ال 27 من 227. ممتاز، اذا احنا راح نتكلم اكيد واكثر واكثر عن بطوله رجال الاطواء العالميه، وراح نتكلم اكيد عن انجازات هالبطوله وما خلف الكواليس، ولكن ما بعد ما نطلع وياكم نشوف هالتقرير الجميل ونرجع نتواصل وياكم. نرجع معكم مشاهدينا مع ضيوفنا اكيد الابطال شباب كويتيين، اكيد انجزوا انجاز جدا مشرف جدا جميل اكيد ونفتخر فيه كلنا. طبعا هم نرد نرحب فيكم البطل محمد القلاف والبطل عبد الرحمن الفيليتشاوي من فريق شركه نفط الكويت لتحدي رجال الاطفاء. رد وياك بطلنا محمد ونرجع نستكمل معك طبعا من بدايه رحلتكم لفرجينيا بالولايات المتحده، اكيد كانت في اجواء جميله، اجواء تنافس خلينا نقول شريفه يمكن ما بينكم، في ان كل واحد اكيد راح يبدع ويطلع طاقته ويطلع اللي عنده عشان يثبت اكيد وجوده ويفوز، فخلنا نتكلم عن هالاوضاع هذه. مبدئيا اول شيء وصلنا ولايه ميسيسيبي اللي كان فيها التصفيات، مثل ما ذكرت كان فيها 227 لاعب 34 دوله، حصلنا على المركز 17 لاخوي عبد الرحمن وانا مركز 27 من 227، يعني انجاز وايد زين كان لنا كبدايه، وكشفنا لاعبين امريكان وهيبتهم وكنا نسمع فيهم ونشوفهم بالتلفزيون. لله الحمد يوم دشينا هم انصدموا منا. الحمد لله هالشيء روحه يعني وهم انصدموا ويايتنا اساسا مبدئيا من الشرق الاوسط، احنا نمثل كنا الشرق الاوسط كله ممتاز مو بس الكويت كانوا يقولون لنا يعني، ولله الحمد انجزنا انجاز وايد كبير. وبعدها التصفيات هذه انتقلنا الى ولايه فرجينيا، ان شاء الله يكملها اخوي عبد الرحمن. طبعا من بعد تصفيات ولايه ميسيسيبي اتجهنا لفرجينيا، طبعا وصلنا فرجينيا خلاص يعني اختاروا 100 لاعب. حلو. صرنا 100 لاعب كتصفيات، التصفيات اوليه خلاص خذوا اوليه أفضل. انتقلتوا للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه طبعا المرحله الثانيه المفروض انها تكون اصعب هي، لان اختاروا يعني نخبه اللاعبين اللي هم 100 لاعب. حلو. الحمد لله توفقنا على المستوى الفردي، حققت المركز الثامن عالميا، اخوي محمد خذ 17 عالميا، وتوفقنا اكثر واكثر الحمد لله بالزوجي حصلنا على المركز الخامس عالميا. الحمد لله. الحمد لله يعني كإنجاز بالزوجة حصلتوا المركز الخامس عالميا. نعم. حلو، ومن بعدها أكيد للأمانة يعني أكيد يتكم الفرحة والوناسة في أنكم يمكن حتى الصدمة ما بين اللاعبين اللي معكم أكيد انصدموا وشافوا هالإنجاز الطيب. خلينا نتكلم عن المنافسة اللي صارت بينكم بين الفرق الثانية اللي كانت مشاركة وياكم. والله المنافسة يعني كانت جدا قوية، يعني بعد يعني من بعد ما احنا لعبنا كذا لعبة يعني قام يعرفوننا، يعني من ننزل الملعب قام يعرفوننا يعني. أعتقد ثاني مرة خلاص الحين من يسمعون أساميكم أنكم جايين يمكن يجيهم رعب أو خوف. بالضبط قاموا يكلموننا يعني أنتوا راح تلعبون ويانا، يسلمون علينا يعني إيش تبي تسوون بهاللعبة، يعني خلاص يعني يعرفوا ان مثلا احنا نبي نلعب واحتمال ان يعني نغلبهم، يعرفون الخطط يمكن مالتهم لا تفشون فيها. اذا راح نتكلم اكيد اكثر واكثر عن هالموضوع هذا، ولكن من بعد ما نطلع وياكم مشاهدينا فاصل ونرجع نتواصل ويا ضيوفنا. ورجعنا اكيد نكمل معاكم من خلال برنامج شباب قول وفعل، واكيد شبابنا قول وفعل بعد بوجود زميلي هاشم. هاشم يعطيك الف عافيه اكيد، وانا جدا سعيده بهالانجاز هذا بوجود شبابنا اليوم اكيد الأبطال. واحنا سعيدين اكثر واكثر، يمكن تم التاخير خلونا نقول على دخول هذه الحلقه، وسبب كان اتصال مع اذاعه تونس بسبب اليوم العالمي للشباب اللي نحب نهني فيه كل الشباب الكويتي وكل الشباب العربي الصالح، ونهني فيه عيالنا وحبايبنا على انجازاتهم الرائعه
والجميلة. فراح نرجع إلى غمار المنافسة وراح نتكلم شلون كانت المنافسة بينهم وبين اللاعبين الآخرين في انتيا هذه البطولة. بروح حق أخوي القلاف وبسأله شلون كانت المنافسة يا أخوي بينكم وبين اللاعبين. أخوي هاشم كانت منافسة جدا قوية، لاعبين من كل دول العالم. نافس طبعا أنا كندي ما شاء الله، أول واحد جابلني الكندي. حلو. والله الحمد فزت عليه واستانست ورحت المرحلة الثانية وكنت وايد مستانس طبعا بفوزي. الحمد لله حققت انجاز كاول بطوله شارك فيها وبامريكا. طبعا جبت المركز انا ال 27 على من 227 لاعب. ممتاز. من العالم 27، يعني ما شاء الله 200 لاعب صفتهم ككويت وقلت لهم استريحوا شوي خلونا على هنا. الحمد لله. حلو. الحمد لله. ممتاز. واخوي عبد الرحمن طبعا هذه بالمرحله الاولى، طبعا المرحله الثانيه التصفيات الثانيه هو حصل على المركز ال 17. لا اله الا الله. نعم. فانا بالنسبه لي لعبت مع اللاعب الامريكي، كان مصنف دولي والحمد لله قدرت اجتازه وفزت عليه ما شاء الله. بالنسبة للمركز اللي حصلته وحققته الثامن عالميا. الثامن عالميا لا اله الا الله، يعني من العشره الاوائل على مستوى العالم. من التوب 10 وعندنا هذا الدرع هنا، في واحد من الادرع موجود عليه انه من التوب 10. ويمكن قاعدين يشوفونه معنا على الهواء الحين، وايضا قاعدين يشوفون منافسات عالميه اخرى من خلال التو بوكس اللي معنا. اي نعم. طبعا قلته والخوذ هذه تصميم منه ولا هذا؟ طبعا هذا حق وجه له بالشكر. اي نعم. أكيد. هذا اخونا عمر العساف مبارك يعطيه الف عافيه الصراحه، هذه لمساته ودائما مبدع بهالسوالف ابو مبارك ما شاء الله. وسبحان الله نشوف الشباب الكويتي مبدع في اكثر من مجال، وفوق هذا وذاك حتى الخوذ اللي يلبسونها للمشاركه في هذه البطولات تنم عن ابداع اخر سوى له اوت سورسنج. يمكن هو ايضا احد الموظفين معاهم في الكي او سي، فمن ابداع الى ابداع. حتى الرسمة مالت علم الكويت تنم عن إبداع من خلال إيد كويتية خطت هذا الإبداع. فكلنا فخر اليوم بإخواننا اللي قاعدين معنا على الكراسي وبأي شخص كويتي مبدع ويحصد أي مركز جميل في أي شيء كان على مستوى العالم. أكيد. يمكن شفنا بعد هاشم الاستقبال الجميل، الاستقبال الحافل اللي بالفعل يمكن كل كويتي لما يشوفه، كل شاب أو شابة يستمتع أكثر وأكثر لما يشوف شباب الكويت أبطال الكويت في تحدي يمكن جدا رائع بين خلينا نقول دول عالمية، بين أبطال عالميين. شفت الاستقبال هاشم؟ يعني أنا صراحة جدا سعيدة بهالاستقبال هذا اللي شفناه توا من شوي. هذا أنت تحبين السوالف هذه، يعني ما شاء الله الاستقبالات والأمور الطيبة وهذه، وبرامجك ما شاء الله تشهد سواء ألتيميت سبورت اللي الحين يقوم تقديم أخونا بدر الدرويش أو أي برنامج من المشاوير الطيبة اللي كنت تقدمينها في القناة الرياضية الثالثة. تحبين المتفوقين رياضيا؟ أكيد. وأحب المغامرة أكيد، يعني مثل هاللعبة هذا كانت فيها مغامرة وتحدي وفيها تنافس، شيء حلو لما يكون الواحد يحس بهالمغامرة هذه والتحدي هذا. من بعد ما يتو أخوي محمد من بعد هالمنافسة هذه الجميلة أكيد كانت في يمكن بعض الصعوبات أو العراقيل أو خلينا نقول الأمور اللي تصير، يمكن لاعب يطلع لك شوي أو إنه يكون صعب التعامل معه، حكم يكون صعب التعامل معه، تكون في بعض أمور الظلم اللي تصير، فشلون هل تعديتوا هالمراحل هذه؟ والله الحمد ما حاشتنا من الأمور هذه كلش. يعني كلاعبين استقبلونا من أفضل استقبال صراحة، ومنظمين يعني نشكرهم صراحة، وقاموا وواجبهم وزايد ما قصروا معنا بأي شيء. بس طبعا هذه منافسة. نعم. يعني يرحب فيك وكل شيء، بس أما بتين تاخذين منا معلومة أو شيء، إحنا كلاعبين يدد قوانينهم تختلف عن قوانيننا. نعم. احنا متعودين على القانون الكندي، احنا داشين على القانون الحين جديد امريكي اول مره نلعبه. نعم. مو لاعبينه في الخليج كلش، فيوم دشينا كنا يعني بنحاول نتعلم من اللاعبين، كانوا شوي يعني مثل ما تقولين صدوم، بس اما لجنه التحكيم كانت لا تعلمنا وما يقصرون، رايتهم بيضاء يعني الامريكان نفسهم. للامانه شيء جميل جدا لما نشوف عيالنا الكويتيين ايضا يستسقون العلم من خلال ذوي الخبره واصحاب الخبره في هذه المجالات. لو اسال اخوي عبد الرحمن واقول له انت من خلال مشاركتك في هذه البطوله، يعني شو اللي استشفيته، شو اللي شفته لهذه الرياضه، اللعبه، المنافسه، وين راح توصل بالكويت؟ والله اخوي هاشم انا اشوفها يعني تختلف اختلاف كلي عن يعني البطولات اللي لعبناها السابقه اللي لعبناها بالكويت او سواء في ابو ظبي. يعني لما رحنا امريكا لا يعني مثل ما تقول يعني سوينا مهمه يعني اكبر من المهمه اللي سويناها مثل ما تقول في ابو ظبي. يعني راح تشوف راح تخطي خطوه وايد كبيره هناك، كفايه انك يعني قاعد تحتك مع لاعبين ابطال عالم، ابطال عالم بمعنى الكلمه. يعني تشوف يعني عندهم ارقام دوليه، مصنفين عالميين،
يعني فكفايه يعني هذه بالنسبه لنا احنا كبدايه لما رحنا كنا قلنا بس الاحتكاك كافي وياهم، بس الحمد لله يعني شفنا انا ويا اخوي محمد احنا قادرين نسوي شيء، والحمد لله على كل حال، وان شاء الله القادم وايد احسن. القادم باذن الله افضل، والقادم دائما اجمل واحسن من خلال ايادي الشباب الكويتيه الجميله. ايش قلت يا اماني؟ صراحه انا ما ادري ايش اقول، صراحه لساني يعجز عن التعبير لما اشوف ابطال الكويت عندنا اليوم برنامج شباب قالوا فعل من بعد هالانجاز الجميل والمشرف اللي اكيد كلنا فخر بوجود هالابطال. للامانه احنا اكيد نطمع اكثر واكثر في ان احنا نحصل على كلمه جميله للشباب او كلمه اخيره بعد، مع ان الوقت داهمنا والحديث وياكم جدا شيق اكيد وممتع، بس ابتدي معك اخوي محمد القلاف في كلمه تهديها للشعب الكويتي، تهديها للشباب الكويتي من خلال الانجاز الطيب. احب اشكركم على استضافتكم لنا، مشكورين وايد، مشكورين، مشكور حق الطاقم الكامل. الله يسلمك. اتقدم بالشكر جزيل الشكر حق كل من وقف معنا وساندنا، على راسهم رئيس التنفيذي لشركه نفط الكويت هاشم هاشم، ونائب الرئيس السيد اسماعيل عبد الله، وعلي البيرمي، وفهد فودري له فضل كبير علينا، وهو المؤسس الرئيسي للفريق وهو اللي اختارنا، ونقابة شركة نفط الكويت، ولاعبين الفريق كاملين، وزامي زام البي اشكرهم وايد، واحب اشكر عبد الرحمن الرفيجي. زام اي زام هو العساف؟ اي زام البي، بس زام البي كلهم مبدعين ما شاء الله، بس حدنا هذاك زعل حدنا خلاص قام يسوي شغلنا الحين ما يقصر معنا. هذا العساف من الناس الداعمين لنا حيل، ما يقصر يعني ما نلبس الخوذه الا هو اطليه والتوقيع عليها بعد يشرفنا العساف. اي والله. واحب اشكر رفيجي وهو اكثر انسان ساندني ووقف معي اخوي عبد الرحمن، اشكرك جزيل الشكر يا عبد الرحمن. حبيبي. والكلمه الاخيره على عجاله لك يا عبد الرحمن. ان شاء الله. طبعا اول شيء احب اشكركم على حسن الاستضافه، وطبعا احب اشكر اداره شركه نفط الكويت على راسهم الرئيس التنفيذي هاشم هاشم، ونائب الرئيس اسماعيل عبد الله، ومدير فريق الاطفاء علي البيرمي، ومدير اللعبه اخوي الكبير واستاذي فهد الفودري، والى جميع اعضاء الفريق كافه اقول لهم مشكورين وما قصرتوا، وان شاء الله الجاي وايد احسن، ونتمنى ان شاء الله في البطولات الجايه العدد يزيد، لان احنا رحنا هناك يعني شفنا ان شاء الله، لا احنا ما نبي اثنين، نبي اكثر ان شاء الله، اكثر من اثنين ان شاء الله بحيل الله باذن الله. ومشكورين ويعطيكم الف عافيه ما قصرتوا. الله يعافيك ويخليكم، منها الى العليا دائما. عموما فاصل ومن بعدها نتواصل معاكم، وبرنامج شباب قول وفعل من بعد شبابنا، القول والفعل.